بسم الله الرحمن الرحيم. بهجة ألغيري كانت ألغيري خانديري عربي دحرة ويسوية ديح ماجدك ديتنك مهاجرين بشبو حوالي 40 متر في 30 متر 40 متر 30 متر دق في 45 46 هدم كامل لبناء مسجد جديد. الأساسات بناء الأساسات الله يرحمه سيد بطل أحمد أصحاب. تكملة المسجد بناء الحجر النظيف متعهد اسمه يعقوب الشرفة من القدس، أصله من القدس. بناء المسجد بدأ في 47، في 48 كان مشان يسقف السقف بدهم هنا يقبطوا البلعومة، الحاج بيقري أبو ياسين طلع الميدانة كان ينادي على كل واحد باسمه في عونة إنه نعقد للمسجد، صب للمسجد. كان هناك العمارة اللي عند العين لشفيق الحايك قاعد على البلكون، هو ويوسف عمو خان أبو إلياس كان وكيله في العمارة لما يغيب، وهذا لما صار ينادي ما بيعرف ينادي يقول يا حايك، قال حايكات حايكات مسجد بدو عونة. أحمد الكايد كان يقول هاي كايدات مسجد بدو عونة، ولا يعني ما بيعرفش لأنه لغته العربية كانت ضعيفة جدا. فشفيق الحايك بيسأل يوسف أبو إلياس قال شو هذا؟ قال بدهم يعقدوا المسجد مشان بيلموا مساعدة مشان يعقدوا المسجد، سقف المسجد. شفيق الحايك قال ليوسف روح نادي على الإمام. فشافقي الحايك قال لأبو إلياس روح شوف جيب الإمام وجيب المتعهد. نزلوا الإمام والمتعهد عند شفيق الحايك. بيسأل شفيق الحايك بيسأل المتعهد شو بيكلف العقل بداية 48 أو نهاية 47 هيك شيء يعني. قال بكلف 300 ليرة مصبوب جاهز. شفيق الحايك أعطى الشك، قال هاي الشك بنقص عليك للعقد مصاري، تعال علي أنت يا شيخ عبد الحميد اللي لميتوه مشان تكملوا المسجد قصارة وبلا، خلي معك. فجابوا يعقوب الشرفة عقد العقد وصبها وكمل هذا والحمد لله. فمسجد ظل تقريبا طلعوا اللاجئين من أول لاجئين من فلسطين، كان لسه مش مقصور ولا مصبوب أرضية، شبابيك ما في، بواب ما في. في نهاية 48
في بداية 49 كملوا المسجد، بنا وكل شيء جهاز، بدأوا يصلوا فيه. في الستينات بنوا قسم من المسجد من الخلف بحدود 4 متر 5 متر ما بعرف قديش على عرض المسجد. هذا اللي بناه من القيسية، كان المتحد قيسي كان ساكن عندنا اسمه محمد، هو وأخوه بنوا المسجد، محمد وعطية إخوة اثنين بنوا المسجد اللي بخلفي هذا أبو 4 متر 5 متر وعقدوها وكمل خلصت. فظلت المسجد على هالحال. برضو المسجد البلد كبر، المسجد صار ضياع، أجوا بنوا المسجد الأمامي هذا. هذا كان الإشراف عليه سعيد بينو مهندس وكيل وزارة الأشغال العامة.